أحسن الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ورد عن السيوطي تحديد عمر هذه الأمة وهو أنه 1500 عام، فما أساس هذا التقدير وما حكم ذلك؟ وكيف يجيب عن قوله تعالى: قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو؟ السيوطي رحمه الله مكثر من التأليف، ويقولون إنه حاطب ليل، حين يجيب حطب وحين يجيب حيات وعقارب، لأنه يعني بليل ولا يشوف. والسبب في هذا كثرة التأليف بدون تمحيص وبدون اختيار. فهو موسوعة وعالم جليل بلا شك، ولكن مؤلفاته فيها الغث وفيها السمين، فيها الجيد المفيد وفيها الردي، لأن مهمته الجمع فقط. وأما ما ذكر عن الساعة فهذا من جملة ما ذكره عن من قال ذلك، وهو كلام باطل. هذا كلام باطل، هذا من المآخذ عليه رحمه الله. نعم.